صار لي من الصبح ناطرة انك تفيقي عمتي، بس انتي لساتك نايمة. اذا بتريدي قومي، اذا بتريدي ساعديني عمتي. مو معقول، انا ماني متعودة افيق من الصبح بكير. اذا بتريدي اسمعيني يا عمتي، اذا ما بعطي مصاري رح يعترف بكل شيء. انا لازم روح وطالعه هو وخاله من السجن وفورا. اذا بتريدي قومي عمتي. يلا قومي عمتي لو سمحتي. انا كيف بدي افهم عليكي اذا عم تحكي بهالسرعة من الصبح بكير؟ تنتين وربع الظهر؟ الساعة تنتين وربع؟ كان لازم تفيقيني أبكر من هيك. الساعة 2:15 الظهر وأنا لازم كون بمخفر الشرطة على الساعة 2:30. إذا بتأخر بالروحة نيش رح يفضحني. استني شوي، هو طلب منك مصاري؟ بس هو محبوس عند الشرطة، كيف بيقدر يطلب منك مصاري؟ أنا لازم أعطي المصاري لرفيقه، هو رح يطالعه هو وخاله ورح يوصلوا المصاري للمكان اللي بده إياه. بعدين إذا ما بوصل لهونيك على الوقت رح يفضحني، أنا متأكدة من هالشي عمتي. لازم أوصل على الوقت لو سمحتي. يلا قومي. كان لازم تخبريني من الأول حبيبتي. أنا أكيد رح أعمل شي، أنا بكون عمتك وما رح أتركك. لكن يلا قومي بسرعة كرمالي. يلا قومي جهزي حالك إذا بتريدي. مو معقول ريا، خلص رح ساعدك بس انتي ما عطيتيني وقت بكفي. لك انا من امبارح المساء عم بقول لك وموبايلك عم يطلع مسكر. فكرتيني ما بدي رد عليكي؟ موبايلي كان خالص شحنه حبيبتي. بعدين ما اجيتي على البيت امبارح المساء، فكرت انك رحتي لعند الدكتوره ورح ترجعي بسرعه، بس ما رجعتي. الحقيقه رحنا مشوار بالسياره بعدها. عمي ما تركك لحالك بنوب، وقت اجيت على غرفتك طلب مني انه ما ازعجك ابدا، لهيك طلعت من الغرفه فورا. بوراب طلب هيك منك ما تزعجيني؟ ايه ما كنت بدي ضايقك عمتي، بس هو طلع كرمال يحكي عن موبايله فاجيت لحتى فيقك. بدي منك تساعديني. أي ضروري طيب. كتير اذا بتريدي جهزي حالك. ما كنت رح ضايقك لو اني لقيت المجوهرات او المصاري عند ستي بالخزانه. صدقيني ما كان بدي ازعجك. أوه. انا ما بعرف شو اتصرف عمتي. معقول ما رجعت المجوهرات لمحلهم لساتهم معي؟ ماشي انتي اهدي شوي، انا رايحه اجهز حالي. اذا بتريدي روقي. بسرعه شوي. ماشي اذا بتريدي. كتير منيح، واخيرا الشرطي نقل خالي لغير زنزانة لأنه مليت وداخلي منه كتير من غير شي. أنا الآن هو كان عم يضايقني، وهلأ صرت أحسن بكتير بعد ما أخدوه على غير زنزانة. هلأ صرت أقدر أفكر منيح وبكل هدوء مشان أقدر لاقي حل. أنا ما نقلته أبداً، أنتو كان عندكم مشاكل وأنا وجعني راسي من خناقاتكم كلها. كل اللي كان بدي إياه ريح راسي، لهذا السبب بالذات نقلت خالك على غير زنزانة. مو مشكلة يا رفيقي، أنا حاسس إني صرت أحسن بكتير. أنا مالي رفيقك، عم تفهم؟ سمعت؟ يعني لا تحاول تضحك علي، خليك ساكت. لو ريا عطتني المصاري ما كنت عملت كل هالشي. بس مو مشكلة، إذا مو منا رح جيب المصاري من أبوها. أول شي رح أقله للأستاذ ميهرة إني عملت كل شي لأنه بنته اللي طلبت مني، وكمان رح أطلب منه يطالعني من هون ويحط لي 1,000,000 روبية بحسابي بالبنك، وإلا رح أفضح بنته قدام كل وسائل الإعلام. أنا متأكد إنه رح يدفع هيك مبلغ صغير كرمال ينقذ سمعتها لبنته، وأنا هيك بكون نفدت من السجن. عمتي يلا تعالي بسرعة، إذا بابا بيوصل لهونيك قبلنا نيش رح يعترف له بكل شي. يلا خلص اسكتي، لا تذكري اسمه، عم تفهمي؟ ديري بالك آليا، ليش مستعجلة؟ شبك شوفي أمورك بخير؟ أنا مستعجلة هلأ، ببقى بحاكيك بعدين. لازمك مساعدة؟ جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.